برضه ايطاليا على فكره، برضه ايطاليا فرقه جامده، فرقه جامده جدا. وبعدين عندهم ميزه، انت كنت كان على الدوري الانجليزي او منتخب انجلترا، ان هم جعانين برضه. فكره ايطاليا ان هم ولاد صغيرين كلهم، هم معروفين في ايطاليا بس مش سوبر ستارز بس كلهم. والدوري الايطالي اللي متابعه او اللي مش متابعه بقى، الدوري الايطالي قوي جدا بقاله سنتين، يعني في لعيبه كتير كويسه. وهتلاقي دلوقتي مش زي زمان انتر وميلان ويوفي بس، بقى ساسولو شغال، اتلانتا شغال، يعني هتلاقي لعيبه عنده فرايتي كتير. كان زمان كابيلو ولا ليبي ولا الناس دي عندهمش غير الانتر وميلان ويوفي، لو جامدين بيبقى الفرقه قويه. دلوقتي لا، بقى البيز اقوى واوسع. انا متهيألي دي من الاسباب، يعني بقى عنده دكه بره ممكن ما حدش عارف يراضي. راضي واحد لعيب اساسا يوفنتيني وراح بيلعب في ساسولو بقاله كتير، اعراب من اللعيبه المهمه جدا، بقى عنصر اساسي. انسينيا في نابولي دايما بيتكلموا عليه انه مدلع، وان هو بس لما بيلعب بيلعب بشكل غير كيزا مثلا صغير، فعنده قوي انسينيا هو بتاعته في نابولي على طول تك ويحطها دي على طول، بيعملها على طول، حتى بيعملها كتير قوي بتضيع. خلي بالك في الماتشات برده كل كوره عايز يروح موقف وحاططها، ان هو متعود عليها. فكره ايموبيلي وبيلوتي الاثنين من اهم المهاجمين في ايطاليا، ده في تورينو وده في لاتسيو، ولعيبه كلها صغيره، ما فيش غير كيليني وبونوتشي طبعا، اثنين جامدين جدا في الديفنس. قتلوا لوكاكو، قتلوا كل حاجه. ده لوكاكو مش عارف ياكل معاهم عيش، واي حد هيتاكل يعني. وبعدين انت بتلعب على رتمهم، يعني ما بتتحركش مثلا لسرعه. وبعدين عجبني جدا الشيفت اللي حصل في ماتش بلجيكا ميدو في اخر ثلث ساعه، لما بلجيكا ضغطت بقى ايه للايطالي، ايطالي اقفل، مش بيلعب ماتش مفتوح، مش بيعمل ماتش مفتوح زي كل الماتشات، مش رايح بالهجمه، لا راح قافل ونزل هنا ونزل هنا وقفل بقى تاكتكس. لكن اللي هو اصلا مدرسته اللي هي مدرسته بس عملها، ما بيعملهاش خالص، لكن لما احتاجها عملها، عملها كويس مع فرقه قويه. لكن سبينازولا هيفرق معاه متهيألي الماتش الجاي برضه. طبعا اصابه في وقت صعب، صعب قوي، بس على فكره ممكن تكون دافع معنوي للعيبه ان هم يكسبوا يعني. انا شفت فيديو في الطياره وهم بيغنوا له بعد الماتش، ممكن ساعات في حاجات صغيره بتحصل ممكن تبقى دافع للفرقه. لكن طبعا هو خساره من الناحيه الفنيه، خساره كبيره. لو بصيت للدوري الايطالي يا كابتن حسن، زي ما كنت بتتكلم انت زمان، احنا كلنا اتربينا على حب الدوري الايطالي يعني. صح، كلنا اتربينا ان 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 دوري فيه تاكتكس كتيره جدا، فيه تقفيل، فيه مدربين جامدين جدا بيعرفوا يقفلوا كويس جدا. وزي ما طول عمرنا اتعلمنا، وانت راجل لعبت في ايطاليا، كان اصعب دوري تعرف تجيب فيه جوان هو الدوري الايطالي، بسبب ان المدربين كلهم اصحاب عقول دفاعيه، ازاي تقفل الملعب، تقفل. النهارده اتفرج على الدوري الايطالي، اتفرج على اتلانتا، اتفرج على ساسولو، اتفرج على الانتر طبعا مع مانشيني، اتفرج على الميلان، اتفرج على روما، كل الفرق ويوفي طبعا، ويوفي يعني. كل الفرق بتهاجم وبتلعب كره حلوه.